صباح عليكم الخير. اليوم هذه فقرتكم البيئية اللي دائما نقول فقرتكم البيئية، لأن فعلا الفقرة البيئية والبيئة تهم الجميع. دائما عندنا مواضيع يعني كثيرة، وخاصة مثل المواضيع البيئية المهمة اللي تهم البلاد، وخاصة أنا يعجبني لما أجيب المواضيع اللي هي تهم فقرتي البيئية أو فقرتكم البيئية تكون شنو مسلطة الضوء على المتطوعين للبلاد، يعني هذيل الجنود المجهولين اللي فعلا يحتاج أن نبرز عملهم، أعمالهم التطوعية كذلك. ونتمنى كذلك إذا أنتم عندكم أعمال تطوعية تراسلونا أساس كذلك نبرز أعمال الشباب الكويتي، سواء الكويتي والمقيم في البلد إن شاء الله، لهذه الأعمال الطيبة والجليلة اللي يقدمونها. واليوم ضيفي يعني مو غريب عليكم الأستاذ وليد الفاضل، رئيس فريق الغوص الكويتي، حياك الله معنا أبو حمد. خاصة أنت ضيفنا بشكل دائم، ليش؟ لأن إنجازاتكم كثيرة، أنا ما أقولها يعني، لكن يجب أن نبرز فعلا أعمالكم وإنجازاتكم. وكذلك اليوم جايب لنا هالكاس هذا هدية حق البرنامج. إنزين، تكلمنا شو المناسبة أول شيء؟ أي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكرك أخوي أبو حميد، وأشكر الأخوان في صباح الخير الكويت. ومثل ما تفضلت، حملاتكم الإعلامية هذه والتوعوية خاصة عن نشاطنا أو نشاط المتطوعين، الصراحة يعني أثمر عن فرحة كبيرة بالنسبة لنا نحاول نتكلم عنها، وهي إنشاء المبرة التطوعية البيئية. نعم. الحمد لله، واليوم جايب لكم هداء لصباح الخير. أساس المبرة أنتم اللي عشان المبرة. إنزين، حدثنا عن المبرة، دام إن بديت فيها قبل الإنجازات ندخل أسئلتنا عن المبرة، وما هي المبرة هذه بالنسبة لي وأهميتها لفريق الغوص الكويتي؟ طبعا يعني جوب الأهل الكويت على حب العمل التطوعي ومساعدة الناس. نعم. وهذا موجود من الزمان، من أيام بناء السور. نعم. من بناء السور. نعم. نعم. فالحقيقة يعني إحنا كنا قبل فترة، حتى قبل الغزو، كنا نطمح أن يكون لنا كيان مستقل. نعم. لا علاقة في العمل التطوعي البيئي، لكن تدري يعني ظروف بعض إنشاء القوانين وكذي، لكن والله الحمد بدعم من وايد مخلصين بالكويت، وبدعم من صاحب السمو، وبدعم من مجلس وزراء موقر. نعم. ووزارة الشؤون مشكورة، من الوزير معالي الدكتور العفاسي. نعم. إلى الأخ ناصر العمار مدير المبرات، إلى الإخوان باللجان الموجودة بوزارة الشؤون، يعني جزاهم الله خير. تمت الموافقة على إنشاء مبرة تطوعية بيئية خاصة في أعمال التطوع والبيئة. نعم. طبعا هو مجال عود، ولكن طبعا راح نركز على الأعمال اللي نحن نتقنها. نعم. ونحن نقدر نقدم فيها خدمات من صالح البيئة البحرية. هذه هل كذلك شو اسمه التمويل اللي يأتيكم يعني عبر هالمبرة لإنجاز الأعمال التطوعية أبو حمد؟ خوش سؤال أخوي عيسى. فعلا هو يعني الآن صار مظلة رسمية. نعم. الناس بسهولة تتعامل معنا وبسهولة نقدر نتسم، يعني الدعم المادي كذلك يكون، الدعم المادي طبعا راح يكون راح ينصب لمشاريعنا البيئية وهي مبرة، يعني مبرة خيرية. نعم. يعني احنا يعني لا نقول ان العمل الخيري فقط، العفو يعني في اعمال كتاب الله سبحانه وتعالى مثل او في بناء المساجد، لا او مثل بئر ولا معين، في اعمال في اعمال تنظيف البيئه. ابو حمد، انا اعتقد هذه من اهم، انا كذلك اوجه رساله ان يساهمون في مثل دعم اللي هو الصناديق اللي هي المبرات البيئيه، خاصه البيئه اهم شيء. هذا هو عشان شديد. نعم. الاخوان في الامان العام الاوقاف لو. نعم. تشوف انشطتهم. نعم. في صندوق الوقف الصحي انشطه كثيره، انشطه لهم علاقه بالمعاقين وغيره. نعم. فهذا شيء صراحه جيد. ممتاز ابو حمد، اني حق انجازاتكم، خل مر على الصور، هم الاخ المخرج يكون معنا. مثل الاعمال هذه انت طلبت مني ان كذا، اعمالنا الحمد لله. نعم. يعني 2010 كانت رائده وهي منشوره. نعم. بالانترنت. نعم. هذا شلنا 13 طن. أوكي. من المخلفات في ساحل في حيل. نعم. مجمع الكود. نعم. شلنا 45 طراد و20 طن من الشباك. نعم. في سوق شرق، هذا كله طبعا انجازات سنه 2010. نعم. هذا رفعنا اكثر من 13 طن من الشباك في شعاب جزيره قارو وكبر وام المرادم. وهذه في شعاب ام المرادم رفعنا شباك ضخمه جدا، وهي غواصين الفريق. هذا يعني يعين في اعماق منخفضه، هذا تقريبا بعمق 7 متر تقريبا. نعم. واطلقنا كل هذه المشكله الكبيره اللي كانت بيضاض المرجان. وطبعا المرجان الحين الحمد لله وضعه احسن، لكن نتمنى ان شاء الله يكون افضل ان شاء الله باذن الله ويا الايام. نعم. هذا رفعنا 7 طن ولك الحمد. من شعاب جزيرة محمد، شغل التواير، هاي شغل المخلفات، هذا قرب تدمر الشعاب المرجانية، قرب جزيرة شنو هذا؟ هذا في جزيرة قارو.
في جبلي جزيرة القارون. yeah. هاي المخلفات وهذه المشاركات الدولية معانا المنظمات اللي تشاركنا في العملية. yeah. طبعا احنا متصلين مع اكثر من 50 منظمة عالمية. yeah. هذه الشباك اللي بنقعد سوق شرق رفعناها ضخمة من الصيادين مع الاسف شباك كالفة. انا اذكر بالسابق نظفته بنقعد شرق واحنا كنا مع خامس تنظيف سنة. صحيح. yeah. هذا خامس تنظيف. yeah. هذه الشباك في ساحل عشيرج واحب اشكر مجلس الوزراء الموقر. yeah. اللي ساعدنا بدعم كبير في لجنة الازالة شلنا 40 سفينة من ساحل عشيرج. واليوم راح يكون آخر عمل اليوم 32 يوم. يعطيكم ألف عافية. هذه المخلفات ويانا الجرافات انقسمنا قسمين، قسم الغواصين لهم علاقة في تنظيم البحر وقسم البر مسكت لجنة الإزالة. هذا كل بالخلف أبو حمد من بقايا الغزو طبعا الغزو. هذا اللي سووها أساس الحرب. هذه المخلفات شلنا كل يوم تقريبا أكثر من 50 طن مخلفات نشيل كل يوم. لا حول. ويانا الإخوان في بلدية الكويت والإدارة العامة خفر سواحل، هاي الاخوان قاعد يشيلون التواير والاطارات. هذه الشباك رفعناها بجانب جزيره فيليتشه وشباك ضخمه وكانت تسوي اعاقه ملاحيه. نعم. لكن الحمد لله وهذا طبعا اسم الكويت فوقنا وعلى راسنا وان شاء الله دائما يكون. وهذه احدى عملياتنا بجانب جزيره ام النمل رفعنا طراد طوله 60 سفينه خشبيه طوله 60 سفينه خشبيه. نعم. وهذه احدى اعمالنا يعني هذا فتره البرد هذا جديد هذا تو صار اسبوعين يعني بالبرد يعني يعطيكم الف عافيه. في ساحل شارج صدق لقينا شعاب مرجانيه وراح ننزل في بيان صحفي. ممتاز. شعاب مرجانيه وايد حلوه. هذا التكريم الدولي للفريق في بريطانيا اللي صار لنا ومشاركته في معرض برمنغهام. ممتاز. وهذه منظمه الكورال ووتش اكبر منظمه عالميه لرعايه الشعاب المرجانيه. وهذا كان سؤال ان يعني انتم كذلك شراكتكم البيئيه مع المنظمات العالميه يعني تبادلكم خبرات تبادل على اتصال على طول على طول. احنا ما نسوي شيء الا بنفس اليوم نطرش 3000 ايميل ما شاء الله حق المنظمات العالميه. وهذا امر الصراحه فريق الغوص اكتساح يعني احنا اليوم نتحدى اذا في منظمه في الشرق الاوسط عندها نشاط اعلامي وعندها نشاط فعلي وعندها نشاط بالانترنت مثل فريق الغوص الكويتي. لا يمكن انت ابو حمد انت يعني احنا وايد ما شاء الله رئيس فريق الغوص الكويتي. لا بالعكس يعني انا مساق قبل قليل نتكلم احنا بالخارج ان فعلا كثير من الاخوان بينضموا لكم كذلك يعني الرسائل اللي تجيكم يا ريت والله. انزين انتم محتاجين هذا الكم الكبير خاصه وهذا يبين لك حبهم ترى للكويت وحبهم للبيئه كذلك. والله احنا لازم نصير اذكياء يعني يكون جزء من انشطتنا يشمل العمل العام. نعم. للناس. لكن الحقيقة طاقة الفريق ما تقدر تستوعب الأعداد كبيرة صراحة. صحيح. ما نقدر. زين ليش ما توزعونهم على مثلا أعمال أخرى مثلا؟ هذا المفروض يريت نتقن هذا يريت يكون يعني عندنا. أنا هذا اللي قاعد أقول عنه أن في عندنا مشاكل برية ليست بحرية فقط. إن شاء الله راح نحاول نساهم. يعني المبرة التطوعية البيئية. نعم. ما راح يكون شغلها بس البحر. راح يكون فيها شغل هذا ولكن أتمنى طبعا هذا بعد ما نعد الجهاز الفني والإداري. وحتى أن يكون شغلنا مرتب. وحتى يكون على مستوى فريق الغوص الكويتي بإذن الله. ممتاز. محمد احنا تدري عندكم توثيق عندكم تدريب وعندكم دورات طبعا. مجال الإعلامي كذلك أشوفكم باليوتيوب دائما عندكم اللي هو السايت لو تقوله كذلك. احنا سايتنا طبعا freekuwait.org هذا الكويت الحره. freekuwait.org وهذا طبعا احنا هم قبل فتره احتفلنا وياكم بمشاركه اكثر من 200 الف مشارك في صفحتنا. وباليوتيوب عندنا 350 فيلم. نعم. ومادة وثائقية وفي فليكر عندنا 250 فايل بسبع لغات. سبع لغات. فالحقيقة نشاط يعني الشباب شقائي ما يخلصون بالنهار ويشتغلون بالليل. محمد أنا الأخ وليد الفاضل من أبي بعض الأشرطة أشوف نفسي يوم كنت شباب صغير أرد على شسم اليوتيوب أطالع بعض اللقاءات اللي تحطونها وهذا شيء مهم يعني جدا. نوثق كل تاريخنا لأن احنا نفتخر فيه.